مساء الخير عليكم في حلقة جديدة من بيت للكل. يبدو أن لقاء اليوم لازم نبدأ وإحنا بنضحك، لأنه الحقيقة الموضوع اللي هنتكلم فيه هو موضوع عن التنمر. هذه الكلمة أو هذا المصطلح اللي دخل حياتنا بشكل كده يعني جديد، مش عايزة أقول جديد، بس هو وصلنا لي لهذا الشكل. الحقيقة لنا وخميس أهلا بيكم، برحب بيكم. مساء الخير. والتنمر ده يعني ما كناش بنقول هذا المصطلح. صحيح. عادة إحنا في مصر عندنا بنقول التريقة، يعني إيه؟ دول التريقوا عليا، دول هاروني تريقة، يعني بنقول ده بالشكل عام. معرفش في الأردن إحنا نفس اللهجة، يمكن نتوافق إلى حد ما. استهزاء استهزاء استهزاء، بيتمسخر، سخرية سخرية استهزاء. ولكن يبدو إنها زادت، يعني زمان كنا بنقولها بحاجات أو في مواقف معينة، ويبدو أنها تحولت إلى مصطلح حقيقي وهو التنمر. فخلينا نتفق مع مشاهدينا بأنه هذه الكلمة، كلمة التنمر، بقينا نشوفها حتى مع الأطفال الصغيرين، يحصل لهم مشاكل مع موظفين كبار، مع ناس مختلفة. فخلينا كده ناخدكم إلى هذه الحلقة اللي هنسميها التنمر، حلقة التنمر. وممكن إحنا نطلق على ظاهرة التنمر شافكي ولانا الآفة المجتمعية أو الاجتماعية اللي بدأت تتفشى بشكل كبير في الأوساط المجتمعية المختلفة والأعمار كمان المختلفة، في المدارس، في العمل، في السوق، في الشارع، وين يعني في أي مكان إحنا عمالنا بنشوف ظاهرة معينة من التنمر. طبعاً إحنا نقتبس هيك سريعاً من اليونيسف، وهي منظمة متخصصة في هذا المجال، قالت إنه التنمر أحد أشكال العنف الذي يمارسه شخص أو مجموعة من الأشخاص ضد فرد آخر أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكرر، يعني في تكرار وفي تعمد كمان لهذه الظاهرة، وفي تنوع كمان في أشكال هذا. وأنا راح أضيف كمان شيء آخر، يعني فيهم معايير وضعوها علماء النفس المتخصصين في السلوك البشري، إنه إذا كان مثلا المتعمد زي ما حكيت أو مكرر لأكثر من مرة، أنا قاصد إني أنا أكرره، أو إنه يكون في فروق بالقدرة بين الشخص المتنمر وبين الشخص الضحية لأنه بيمارس. بس هنا كمان شافكي بدنا ننوه وخميس بأنه على فكرة المتنمر أحياناً هو يعتقد نفسه أنه شخص قوي، أحياناً المتنمر إنسان ضعيف من الداخل. صحيح. فبيعكس ضعفه وعدم ثقته بنفسه، فبيمارس هذا حتى يغطيه على الشخص الضحية. أيوة بالضبط. أنت عارفة لانا أنا بتفق معاكي جدا، وكمان كل يعني علماء الاجتماع والمتخصصين لاحظوا بأن التنمر زي ما قلتي بيبدأ على شخص كان هو الضحية، يعني بيحدث لي هذا التنمر أو القتل المعنوي ده بالكلمة واللفظي والتنمر الجسدي، يعني بيحصل عليه تراشق كمان بالكلمات تصيبه، فأحياناً لما بتصيبه بيطلعها هو كمان على غيره، فأصبحت هي مشكلة ربما بتدور في دايرة وتصيب الجميع. فهي أعتقد الكلام والحديث والانتباه لها أعتقد أنه هو مهم جداً جداً بكل تأكيد. ونحن اخترنا عنوان الحلقة اليوم في بيت الكل أن نناقش هذه القضية المجتمعية الهامة، والتي كما ذكرنا سابقا بأنه تمس كل فرد في المجتمع بغض النظر عن الجنس أو العمر.